مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المشاهدين بحلقة جديدة، موضوع جديد وضيف جديد من برنامج اسأل طبيب، هالبرنامج اللي بنعرضه على شاشة قناة سامراء الفضائية. برنامج اسأل طبيب هو برنامج طبي، برنامج صحي بناقش مشاكل صحية متعددة ممكن تواجهنا في حياتنا اليومية، بيعرفنا على أجزاء جسم الإنسان أكثر وأكثر وعن تكوين جسم الإنسان لحتى نفهم جسمنا ولحتى نعتني فيه ونعرف كيف نحافظ على صحته إن شاء الله بطول العمر ومدى الحياة. للي انضم إلنا جديد، برنامج اسأل طبيب عبارة عن ثلاث فقرات. الفقرة الأولى هي موضوع الحلقة واللي فيها بنشرح عن مشكلة صحية اليوم رح نحكي عنها، وبنشرح شوي عن العضو اللي رح نسهر معاه اليوم. أما الفقرة الثانية هي فقرة شاغل بالي، مخصصة لكل اللي بيتابعونا، لأي شيء شاغل بالكم ضمن موضوع الحلقة رح يكون معنا ضيف يجاوبنا على كل أسئلتكم. هالضيف رح يحكي لنا عن المشكلة الصحية، رح يحكي لنا عن أسبابها، رح يحكي لنا عن علاجها وأكيد الوقاية منها وما تطور إله العلم بخصوص هذا الموضوع. أما الفقرة الثالثة والأخيرة اللي هي فقرة وصلت المعلومة واللي فيها بيكون سؤال، هالسؤال عليه إجابتين، واحدة منهم فقط، وبما أنه إجابة واحدة فقط إذا معنا ضيف أو معنا متصل أو معنا مشترك واحد فقط هو الفائز، واللي فائز رح يحصل على جائزة مقدمة من المركز الإنجليزي للعيون في أربيل في بختياري، عبارة عن فحص شامل لجميع أجزاء العين مع نظارة طبية في مركز المناظر اللي موجود في المركز الإنجليزي للعيون. ما بنطول عليكم، موضوعنا اليوم شيق جدا، موضوعنا اليوم حيوي جدا، ممكن يتعرض له الصغير والكبير، ممكن يمر معنا في أي وقت من أوقاتنا اليومية. خليكم معنا فاصل صغير لحتى نبدأ بالموضوع سريعا. أعضاء جسم الإنسان هي أعضاء جدا مهمة، ما في عضو ما في إله يعني ما في له وظيفة مهمة في جسم الإنسان، لكن في وظيفة عن وظيفة أو في عضو عن عضو بيكون له أهمية أكثر من غيره، أكيد كلهم لهم أهمية خاصة. حلقتنا اليوم رح تكون عن إصابات وردود الرأس، والرأس بحوي شيء مهم وثمين وغالي جدا جدا، بحوي الدماغ. رح نحكي عن أسباب الإصابات، رح نحكي عن ما هي المضاعفات اللي بتصير من الإصابات، وأكيد ضيفنا رح يحكي لنا ويشرح لنا عن علاجها والوقاية منها وكيف إحنا ممكن نشخص الإصابات وما مدى خطورة هاي الإصابات. خلونا مع بعض سوا نراجع كيف تركيبة الرأس أو كيف تركيبة الدماغ، لأنه بما أنه الدماغ جزء مهم جدا فربنا عز وجل خلقه في قفص حماية رائع جدا، هو معرض مش فقط للضربات، هو معرض كمان للحركات المفاجئة، في حين أنه أنا فرضا بحرك رأسي فجأة الدماغ نفسه حيتحرك، لكن بتحرك ضمن وسادة طبية رائعة جدا. لما أتحرك يمين شمال أو حركة مفاجئة أو لما تيجي رضة على العين بتحرك ضمن وسادة، نظام حماية كامل جدا. خلونا مع بعض سوا نراجع الصور معنا لحتى نعرف أكثر عن تفاصيل الدماغ، كيف موجود وكيف بشو محاط بجسم الإنسان. معنا الصورة أنا وياكم راح نشوفها سوا. مبدئيا بنحب نحكي أنه الدماغ، هذا هو الدماغ، طبعا الدماغ هو جزء من الجهاز العصبي. الجهاز العصبي عبارة عن الدماغ بالرأس زائد أنه الحبل الشوكي اللي هو بنزل بالعمود الفقري، هذا هو الجهاز العصبي المركزي زي ما احنا شايفين بالصورة، هذا الدماغ وبنزل منه طبعا الحبل الشوكي اللي هو بيجزئ اللي هو بيكمل الجهاز العصبي المركزي. خلونا نشوف الدماغ هون، احنا ما رح ندخل بتفاصيل الدماغ اليوم، رح ندخل بما يحيط الدماغ. معنا الصورة الثانية عشان ما نطول عليكم، نحكي لكم كيف هالدماغ موجود داخل هاي النظام الحماية هذا. الآن هذا جزء من الدماغ احنا كبرنا، طبعا اول شيء بيكون عندنا اللي هو الشعر وفروة الرأس، بعدين بيكون عندنا على طول اول ما نفتح الشعر وفروة الرأس او الجلد راح نلاقي الجمجمة، عظم الجمجمة. لما ندخل جوا عظم الجمجمة راح نلاقي انه في ثلاث طبقات راح نقابلها قبل ما نوصل للدماغ، ثلاث طبقات. هاي الطبقات طبقات الياف مرنة وفي نفس الوقت هي قوية. الطبقات هاي احنا بنسميها يعني بالعربي بسموها السحايا او بالانجليزي بسموها المنينجز. هاي السحايا او هاي الطبقات الثلاث تحيط بكامل الدماغ وحتى بتنزل للعمود الفقري او للحبل الشوكي اللي موجود داخل
العمود الفقري. الطبقة الأولى اللي معانا هاي الخارجية، طبعا هذا الدماغ عندنا هون، ومن هون عظم الجمجمة. لما نيجي نفتح عظم الجمجمة رح ندخل مباشرة، رح نلاقي الطبقة الأولى. الطبقة الأولى اللي هي بسموها ديورا متر، أو بسموها الأم الجافية. ليش الأم الجافية يسموها؟ لأنها هي أبعد وحدة عن الدماغ، بالإنجليزي بسموها ديورا متر. بعدين ملاصق للدماغ مباشرة بنلاقي طبقة بسموها بيا متر، أو الأم الحنون، لأنها هي جاي مباشرة على الدماغ. لو صورنا هذا الدماغ بتلافيفه، الدماغ بتجويفه ونتوءاته، هي بتلف على كل تجويف وبتحضن الدماغ، أو بتحضن الخلايا العصبية اللي موجودة بالدماغ بشكل فظيع. فعشان هيك سموها الأم الحنون. إذا صار عندنا الأم الحنون هي ملاصقة للدماغ، والأم الجافية اللي هي تحت العظم مباشرة. ما بينهما طبقة كتير كتير مهمة، واللي فيها الوظيفة الأساسية لحماية الدماغ، اللي هي بسموها الأركنويد. والأركنويد هي كلمة لاتينية يعني مشتقة من العنكبوت، أو مشتقة من بيت العنكبوت، عشان هيك سموها الأركنويد. وبالعربي بنسميها الطبقة العنكبوتية. الأركنويد هاي عبارة عن مساحة معينة، هي طبقة في لها سماكة معينة، وحتى لو تخيلناها بنلاقيها ثلاثية الأبعاد، تتخللها ألياف مترابطة جدا مع بعض. هاي المساحة اللي تتوفر في طبقة الطبقة العنكبوتية هي مساحة بمر فيها ومن خلالها سائل النخاع الشوكي، سيريبروسباينال فلويد، سائل النخاع الشوكي. إذا عندنا الطبقات الثلاثة، بما بالنص بيجي فيهم سائل النخاع الشوكي. ليش هذا موجود كله؟ عشان لما يتحرك الدماغ حركة مفاجئة إلى الأمام وإلى الخلف، يمين أو يسار، راح يكون في حواليه هاي المساحات وهاي الطبقات وهذا السائل لحتى يحميه من أنه يخبط في عظم الجمجمة. عظم الجمجمة بيحميه من الخارج، والخلايا أو السحايا اللي هي ثلاث طبقات تحمي من الداخل. إذا إحنا لما نتحرك يمين وشمال، دماغنا بكون يعني فلوتينج، بكون طائف نوعا ما في هذا البحر وفي هذا النظام المكتمل لحماية الدماغ من أي ردود ومن أي إصابات. باختصار حكينا عن تكوين الجمجمة، أو تكوين الرأس والدماغ، وما يحوي الدماغ، أو الجزء الذي يحتوي الدماغ، لحتى نشوف كيف ربنا عز وجل عامل حماية قوية جدا للدماغ، وهو الجزء الأهم أو من أهم الأعضاء في جسم الإنسان. يا ترى أنا متى بتعرض للإصابة، أو إذا تعرضت للإصابة شو بيصير بكل هذه التركيب؟ ما هي أسباب الإصابة؟ طب شو هي المضاعفات اللي ممكن تنتج من الإصابة؟ ما هي الوقاية من الإصابات وردود الرأس؟ كل هذا راح نجاوب عليه في فقرة شاغل بالي. فاصل صغير، خليكم معنا. من جديد أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المشاهدين. حلقتنا اليوم موضوعها اللي هي إصابات وردود الرأس. للي عنده أي سؤال أي استفسار شاغل باله، ما عليه إلا أنه يتصل على أرقام هواتف البرنامج الموضحة على أسفل الشاشة، أكيد شاشة قناة سامراء الفضائية. لحتى نتعرف أنا وياكم أكثر على هذا الموضوع، خلونا سوا نرحب بضيفنا لليوم الدكتور حيان كيال، اختصاص في جراحة الأعصاب والدماغ بالتنظير، جراحة العمود الفقري من جامعة بريطانيا، والديسك والانزلاق والتشوهات وكسور العمود الفقري، معالج ألام الظهر والأطراف والرأس. الدكتور حيان كيال للي بحب يتواصل معه، عيادته في أربيل شارع 40 في مجمع الطبي الأمريكي بالقرب من فلكة حي الشرطة. للي بحب يتواصل مع الدكتور حيان، ما عليه إلا أنه يتصل على أرقام العيادة اللي هو 0751-384-2282
0548-422-822. دكتور حيان مساء الخير. متخيرات. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. معزبينك معنا دائما. اليوم المتعب واليوم المرهق وكمان إحنا فيعني بدك تتحملنا شوي دكتور حيان. أهلا وسهلا فيك دكتور حيان. إحنا موضوعنا اليوم اللي هو عن إصابات وردود الرأس. بصراحة هالموضوع كتير مهم وممكن نتعرض له يعني بأي وقت بأي لحظة. إحنا معرضين لهذا الشيء وهو فعلا موضوع هام جدا. بداية دكتور ياريت توضح لنا يعني لما نحكي إصابات الرأس أو ردة الرأس ردود الرأس ما هو المقصود بهذا المصطلح؟ يعني نحن بشكل عام أي قوة توجه باتجاه الرأس سواء مباشرة أو غير مباشرة بتؤدي لحركة للدماغ ضمن السائل اللي حكيت عنه وضمن الجمجمة بشكل عنيف أو بسيط يسموه رد على الرأس. أحياناً بتترافق مع فقد وعي وأحيانا ما بتترافق لا مع فقد وعي ولا شيء. إذا ما بتترافق مع فقد وعي أبدا فمعناه هذا ما يحتاج لأي علاج وشغلة عابرة وتصير كتير بشكل متكرر يوميا بالبيت أو بالعمل. لكن إذا صار في فقد وعي وقتها بتتحول لحالة مرضية يجب تقسيمها وبالتالي على موجبها لازم نعرفها. نعم. يعني احنا دكتور رح نحكي ما هي الحالات الخطيرة او الحالات الطارئة ومتى رح نتدخل علاج او لا. حكيت انت انه في لها تقسيمات معينة. تمام. هي ما هي تقسيمات ردود الرأس؟ التقسيمات اكتر شيء يعني مشان نسهل الموضوع على المشاهدين. التقسيمات بتجي على فترة فقد الوعي بعد الرد. فاذا كان فرضا واحد اعطي امثلة بسيطة بتواجه بالايام العادية. نعم. اذا واحد عم يلعب كرة قدم مثلا وبيخبط الطابة وبيضرب الطابة براسه ممكن يوقع على الارض لمدة ثواني ودي يرجع يكمل. هذا الفقد الوعي لمدة ثواني يعتبر فقد وعي ارتجاج دماغ درجة بسيطة. نعم. حتى لو فقد ورجع يرجع يشتغل هذا شيء طبيعي بيصير. احيانا بيصير مده فقد الوعي ثواني او مده فقد وعي دقائق وهذه اكثر شيء بتتحول للمشافي او نصف ساعه وساعه او ايام وهذيك بتتحول للعنايه المشدده. نعم. فاذا تقسيمات ردود الراس المرضيه الحقيقيه هي كل حاله رد على الراس تؤدي لفقد وعي سواء من ثواني لدقائق او ساعات او ايام. مثل ما أن الثواني هي بنتعرض فيها روتيني مثل الرد العادي تقريبا أنه واحد بيفقد وعي ثواني بيشعر حاله أنه ما في شيء بيضل بيكمل. نعم. سواء بيلعب رياضة عنيفة أو رياضة بسيطة. أما إذا كان الرد أقوى فبيفقد الوعي لمدة عدة دقائق. عند فقد الوعي عدة دقائق وقتها هيشعر اللي حول المريض أو حول الشخص اللي يصاب بالرد أنه في مشكلة صارت مع المريض. وفي الحالة هذا المريض ما عاد يمشي الحال انك تعالجه بالبيت او لازم تنقله الى مركز يعالج الجراحة العصبية او مرضى الجراحة العصبية او ردود. نعم. الرأس. نعم. فبالتالي دقائق اذا كان طبعا نص ساعة او كذا حيكون وصل على المشفى. أكيد. فلذلك التقسيمات المرضية الفعلية لرد الرأس هي بحسب مدة فقد الوعي. هلأ فقد الوعي كمان انذار المريض بيزداد سوء كل ما كان فقد الوعي اطول. فإذا كان فقد الوعي دقائق أو ثواني الإنذار غالبا يعني الإنذار يعني النتيجة تبع المريض غالبا بتكون سلسة وبسيطة علاج بسيط مراقبة بسيطة بيروح على البيت بعد ساعة بعد 24 ساعة حسب وضع المريض. أما متى ما صار فقد الوعي ساعات أو أيام تحولنا لمرحلة قد تكون خطيرة على الحياة أو قد تكون تحتاج لعلاجات خاصة بالعناية المشددة العصبية. فهي أولا دكتور خلينا بفقدان الوعي. يعني أنا كيف بدي أعرف إنه هذا المريض فاقد الوعي؟ هل فقدان الوعي هو نفسه الغيبوبة ولا أنه ممكن يكون هو يعني يحكي كلام مش مفهوم؟ يعني لا تمام مزبوط كلام. هلا أقول لك فقد الوعي بالنسبة لمفهومنا الطبي هو عدم استجابة المريض مع المحيط. عدم استجابة مطلقة يعني ما في استجابة على الإطلاق. يعني أنت عم تحاول تنبهه بالألم بال بال بالكلام بأي شيء ما بيستجيب معك. مو إنه يتكلم معك أو يفتح عينه حتى فتح عين ما في. فهذا المريض إذا فقد وعي غيبوبة واعي غير واعي. أما إذا إحنا مثل ما عم نحكي إذا عم تحكي عن مريض إنه عنده كان شوية صحو أو صار يتكلم كلام غير منطبق هذا مو رد على الرأس. هذا ممكن يكون حالة نفسية ممكن يكون حالة هبوط ضغط. أبعد يعني وبعيد إنه عن فقدان الوعي. لا طبعا يعني فقدان الوعي هو عدم استجابة المريض لأي تنبيه. تمام. والسبب حنشرح شغلة بسيطة كتير. نحن في عنا مراكز بخلف الدماغ اللي انت شرحتهم شوية الدماغ خلف الدماغ هي مسؤولة عن وعي الإنسان.
وهذا إذا كان الإنسان واعي فكل الدماغ يعمل. أما إذا كان هالقسم مو واعي أو فاقد الكهرباء تبعه بهاللحظة فالدماغ يقف عن العمل نهائي، فبالتالي ما بتستجيب بأي حركة لا للخارج ولا للداخل، فأنت لا بتقدر تقوم بعمل ولا تستجيب لأي رد فعل من خارج. لذلك هذا المركز هون الخطورة أحيانا بالملاحظة، يعني في أيام كتير ممكن يصير حادث بسيط المريض يفقد وعيه لثواني، هو فقد الوعي ناتج عن هالمركز هذا اللي بيساوي الوعي، هو مسؤول حتى عن مراكز تحته مباشرة وبقسم الخلفي من الدماغ بسموه بالحفرة الخلفية أو عند جذع الدماغ تحته مباشرة مراكز القلب والتنفس. وبالتالي أيام في حوادث تكون مثلا مكان بعيد عن أي إسعاف وفقد الوعي المريض لمدة دقائق، هذا الفقد الوعي أحيانا يترافق بفقد توقف القلب والتنفس للدقائق. فإذا استمر أكثر من تعرف نحن إذا استمر أكثر من 10 دقائق يؤدي إلى أذية دماغية شديدة أكيد طبعا، لذلك تمام. فبالتالي إذا أجى الإسعاف متأخر لهالمريض بالذات ممكن يكون حتى لو أنقذته وعدته بالعناية مشاهدة كذا يكون عنده عقابيل عصبية وأذيات عصبية شديدة. لذلك الإسعاف الأولي أساسي بردود الرأس. وكيف طريقة العلاج تبعه بس يعني رح نشرحها، رح نشرحها طبعا اكيد طبعا. طيب دكتور، هل في اشياء ممكن تترافق مع يعني مع رد الراس ولا هو فقط انه وظيفه الدماغ تختلف ام في؟ لا هلا احنا حكينا انه نحن كتقسيم عام انه نحن بنقول انه فقد الوعي لدقائق او ساعات او ايام بحسب شده الرد. نعم. احيانا بيكون شده الرد شديده واحيانا بيكون شده بسيطه، لكن قديش تاذى الدماغ بهالرد هذا. في اشياء تترافق مع فقد الوعي، ممكن تكون جرح بالجلد بالفروه. نعم. يعني احنا بعد اذنك معنا الصور موجوده استاذ. المخرج طلع لنا صور، نبدا بعرض الصور الاولى. فممكن يكون في عنا جرح بسيط بالفروة. نعم مثل مثل ما شفنا بالصورة تحت. نعم. لأنه عنده جرح بسيط لكن المريض فقد وعي بشدة. ليش؟ نعم. لأنه ما تعرض لشيء قاطع يؤدي إلى تمزق أو كسر بالجمجمة، لكن نعم. الأذية بالدماغ صارت شديدة، والسبب هو الدوران أو يعني يسموها ارتجاج الدماغ الشديد ضمن الجمجمة. يعني نحكي انه هاي الجمجمة موجودة والدماغ بالداخل، فهو رجع هاي رجع حركة قوية. او انه المريض خاصة بحوادث السير اذا كان المريض قلبت السيارة عدة مرات فالدماغ بضمن الجمجمة عم يدور مع الجاذبية وفجأة بصير اصطدام للسيارة بعدين، فبيكون ردة فعل معاكسة فالدماغ بيفتل ضمن داخله. فمثل بصير تويست. هذا التويست شو بيساوي؟ التواء بالدماغ. هذا الالتواء بيؤدي إلى أذية ضمن الدماغ مع جروح أحيانا تكون بسيطة بالجمجمة، فبالتالي المريض بيكون عنده أذية دماغية شديدة جدا لكن المظاهر أنه جرح بسيط بالجمجمة. فهذا ما بيدل دائما الجرح على الأذية الدماغية، لكن ممكن يترافق. ممكن احيانا لا، الكسر كبير، مريض مثلا تعرض لشيء حاد، مثلا واحد ضرب واحد مثلا بعصاية او شيء حاد معدن حاد، او سقوط على حافه حاده خاصه عند الاطفال او هيك شيء، فبيؤدي الى ايام جرح بالفروه وكسر بالجمجمه مثل ما احنا شايفين. احيانا بيكون كسر كبير، احيانا كسر خطي عادي. هدول الكسور ممكن يترافقوا بدون اذيه دماغيه او فقد وعي ثواني مع كل هالكسر. فإذا نحن بنقدر نقول أنه ممكن يكون جرح بسيط بيترافق مع فقد الوعي قد ما كان درجته، ممكن يكون كسر كبير كتير مع فقد وعي بسيط، وممكن يكون يترافق كمان غير الكسور أنه ممكن يترافق مع اختلاج بسموها يعني مثل رجفة بالجسم كله. معنا الصور الثانية برضو لأنه نوضح للسادة اللي عم بيشوفه. ممكن يكون اختلاج، ممكن احيانا الرد لا بيجي على قاعده الجمجمه الامامي او على القاعده المتوسطه، فبيؤدي الى احيانا سيلان سائل دماغي من الاذن، او انه يكون عنده حوالين العينين وزمه شديده ونزف من الانف، واحيانا يكون نزف سائل دماغي من الانف، يعني بسموه كسر قاعده الجمجمه. يعني حنوضح بشكل مبسط للمشاهدين، احيانا فقد الوعي تقسيمه لحال،
أيام بيترافق مع فقد الوعي البسيط أو القوي، يا جرح يا كسر يا نزف من الأنف أو الأذن يا اختلاج، ممكن كل هدول يصيروا مع بعض، وممكن يصير واحد منهم مع فقد الوعي، وممكن يكونوا كلهم موجودين بدون فقد وعي شديد. نعم. يعني هذا التركيب، العنصر الأساسي هو فقدان الوعي. فقد الوعي. نعم. هلأ فقد الوعي بكل الأحوال الشديد لازم نروح على المشفى، لكن الباقي اللي عم نحكيك هلأ كلياته اللي قلنا عنه، الجرح الفروي، كسور الجمجمة الواسعة، كلها طبعا هي بتحتاج إلى مشفى. يعني كل شيء قلته لو عن مترافق. نعم. يحتاج. إذا فقد الوعي خلينا نقول البسيط اللي هو ثواني فقط بدون أي جروح أي كسور أي شيء، ما في ظاهر أي شيء، هذا غالبا المريض بيصحى وممكن يمارس حياته الطبيعية بدون أي شيء. إذا فقد المريض وعيه دقائق وما عاد صحي، سواء في جرح أو غير جرح، هذا بده مشفى. نعم. مقاربة المريض بالمشفى بيختلف حسب شو ترافق مع فقد الوعي. هذه حكيناها قبل شوي. فكل ما كان شيء يعني خطير أكثر بده مقاربة أكثر وبده متابعة أكثر. فحاعطي مثال بسيط، إذا كان مريض مثلا دخل على المشفى ولد صغير واقع أم صار نزف من إدنه وصار في عنده سائل دماغ شو كان ينزف من الإدن، هذا لازم مثلا مراقبة على الأقل 24 ساعة ل 48 ساعة حتى يوقف السائل دماغ شوكي، لأنه إذا ما وقف لازم نعطي، طبعا نحن نعطي وقائيا أنتبيوتيك، لكن ممكن يصير التهاب سحايا. نعم. فلذلك لازم نوقف هذا السائل، فنحن نصبر عليه أحيانا أسبوعين، بعد أسبوعين إذا ما وقف يحتاج لعمل جراحي متأخر لإيقاف السائل دماغ شوكي. نعم. نفس الشيء إذا كان صار نزف من الأنف، سائل دماغ شوكي عم بحكي اللي هو حامي الدماغ اللي حكينا عنه قبل شوي أو بعدات حلقة، فإذا كان هذا تمزق الغلاف تبعه وصار في نز سائل يعني كسر قاعدة جمجمة مع فقد الوعي أو قد ما كان درجة فقد الوعي، هذا بحاجة كمان لبقائه بالمشفى حتى يوقف السائل دماغ، لأنه كل هدول ممكن يتعرضوا لالتهاب سحايا. أحيانا هدول الشغلات اللي عم نحكي عنها مثل الاختلاج، وهي مهمة كتير خاصة عند الأطفال. الاختلاج هو التشنجات، التشنجات اللي بتصير مع الولد فجائيا. هاي التشنجات بتصير مثلا بعد رد سقوط قوي أو مثلا تعرضوا لرد مباشر على الجمجمة بآلة حادة أو غيرها، فهذا كمان بيؤدي لفقد وعي مع اختلاج. هذا الاختلاج نحن عادة مهم بالنسبة إنه يروح على المشفى، لأنه لازم نوقف الاختلاج لأنه هذا بيساوي نقص أكسجين، وأحيانا بيؤدي إلى اختناق المريض، وأيام إذا استمر فترة طويلة كتير ممكن وفاة المريض. لذلك لازم عند حدوث اختلاج عند أي طفل نوضعه بوضعية جانبية، نترك راسه على جنب عشان ما يختنق بلسانه يعني، وناخده مثل ما هو على المشفى ليعطوه الدواء اللي بوقف الاختلاج، وبعدين نعالج المشكلة تبعه سواء تشخيصية نحكي عنها. احنا فعلا بدنا نحكي عن موضوع انه كيف انا ممكن اتصرف، لكن قبل هيك دكتور معلش خلينا ناخد يعني شو الاسباب اللي ممكن تؤدي لكل هاي الحالات. تمام، حنحكي عن شغلات بسيطة. هلا احنا الاستاذ مخرج تعرض لنا اياها الصورة الثالثه. هلا نحن حنحكي عن اسباب احيانا بتكون شغلات بسيطه، هي الاسباب الرد المباشر مثل ما قلنا، او الرد المباشر او غير مباشر. اذا كان رد غير مباشر مثلا مثل الاطفال اكثر شيء بتتعرضوا، اذا كانوا بيتسلقوا على اشياء حاده او اشياء مثل خزن او كذا وقعت فوقهم، فصير رد غير مباشر بها المفروشات معينه وقعت على الراس مثلا، اذا كان الطفل عم يطلع على درج وانزلق من الدرج بوقع على راسه كمان بيصير مشكلة، إذا كان الولد قدامه آلة حادة مثل مثلا مثل مكواة بيلعب من تحتها توقع هي بقسم الحد منها على الرأس، فبصير رد مباشر بيأذي. إذا كان الولد بيسوق مثلا أو بيلعب ألعاب ما بدون وقاية مثل ما خوزة أو غيرها، فبيتعرض لرد على الرأس. إذا كان راكب بالسيارة الولد أو الشاب أو أي شخص راكب السيارة وصار في سرعة بالسيارة وقلبة السيارة بساوي حوادث تؤدي إلى أحيانا رد على الرأس وأحيانا وفاة. فلذلك حوادث السير هي من الأسباب اللي بتؤدي إلى أذيات دماغية وقد تكون تؤدي إلى وفاة. يعني بعطي مثال بسيط، جزء الناس ما تعرف أنه عدد الناس اللي بيتوفوا، طبعا اغلب الوفيات بتكون نتيجه اذيه دماغيه غالبا بحوادث السير. نعم. بس بالسنه عالميا 1,250,000 شخص بيموت بالسنه. أوه. حوادث بالعالم كله. نعم. عدد الناس اللي بيتاذوا بصير عندهم اذيات سواء دماغيه او غير دماغيه بحوادث السير وصل ل 25 مليون
بني آدم بالسنة بالعالم كله. أرقام كبيرة. نعم. لذلك السرعة بدون مثلاً وقاية أو بدون سبب بتؤدي إلى حوادث مميتة بتأذي الدماغ. في حوادث مثل أن السقوط اللي هي بيكون واحد مثلاً بيطلع بيشتغل بعمار أو كذا بدون وقاية ويعني شيء يقيم للسقوط، فإذا سقط من غصن شاهق فبتؤدي إلى أذية دماغية وأحياناً أذية بالهيكل العظمي اللي هو العمود الفقري أو أطراف. نعم. هدول طيب. الأسباب اللي ممكن تحدث ردود. وعلى فكرة بس بين قوسين، حسب الرد بيكون الأذية أكتر. يعني مثلا بعطي مثال بسيط، إذا كان أذية بعصاي أو شيء مباشر حاد فبتكون الأذية مباشرة ومع كسر أحيانا أو مع جرح، وقد تحدث فقد وعي لا تحدث. لكن أزيات السرعة بالسيارة ونتيجة مثل ما قلنا بشوي حوادث اللي فيها كتير يعني تقلب بالسيارة تقلب السيارة، ممكن فيها أزية دماغية شديدة بدون جروح بدون كسور، فهي حقنا تويست اللي بيصير بالدماغ. الأزيات اللي بالسقوط غالبا بتجي مو بس أزية دماغية، هي بتجي أزية دماغية مع أزية بالعمود الفقري، وخاصة عند الأطفال العمود الفقري الرقبي بصير عنده خلع بالرقبي، شلل بالاطراف مع كسر بالجمجمه. نعم. يعني هينا ننتبه له. نعم. حسب الرد. ورح نحكي هلا عن الوقايه اكثر، ورح نحكي عن الاسباب كمان في معنى كمان صوره ثانيه. بس دكتور خلينا انا وياك نستقبل معنا السيد ابو علي. سيد ابو علي مساء الخير. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حكوا لي ابو علي بس مين معنا؟ وياكم علي، معلي من بغداد. ام علي من بغداد، اهلا وسهلا، تفضلي ست ام علي. السؤال للدكتور. اكيد طبعا. وحياتي لك دكتور. اهلا سلمك اهلين. الله يسلمك. انا بنتي شهر الواحد يعني 2/1 بهاي السنه يعني جتها نوبات صار يعني وقال لي الدكتور هاي سبب حمى، يعني تعبها يعني كان كهرباء نوزتين وما يحتاج يعني تخطير، فاخذنا عليها يعني الدكتور ما سوينا لها اجراءات. فبعد 6 أشهر يعني بالتحديد 7/7 جتها نوبة يعني جدا قوية، ورحنا سوينا التخطيط والمفراز طلع المفراز ما بيشي، بس التخطيط طلع لها شفنا الكهرباء ما عرفوا الدكتور ما قال لنا، بس رسم خفف لها الحبوب والجبازين قال كل 12 ساعة ورا 3 أشهر بالضبط قطعت جتها نصف يعني من الجهة اليسرى فقط، إذا اليسرى ورجلها اليسرى. نعم. نعم. جتها هي واعية يعني جتها النوبة هي تباوع علينا وواعية، رجعت وراء 10 أيام رجعت جتها ومرسية يعني بتها وعلي واحدة وراء واحدة بيناتهم تقريبا دقيقة. طيب هي كم العمر أم علي؟ 7 سنين يعني 7 سنين عمرها يعني 7 سنين يعني متأثرين من هي، وقال الدكتور أروح السرعة سوية كل 2 ساعات وكانت يعني من العلاج يعني جدا كابت مشكلة يعني غضامة طيب أم علي معلش هيك باختصار بس خليني أسألك كم سؤال وتجاوبيني عليه. هلا هي تعرضت لإصابة على الرأس؟ لا ما عاد هي إصابة على الرأس يعني بس حرارة؟ نعم. هي بداية المشكلة أنت شو لاحظتوا عليها بداية المشكلة؟ والله هي بداية المشكلة يعني قلت لك في شهر الواحد يعني هي شكت من وراء إذنها اليمنى شكت أكو ألم بعدت بي الصبح قالت أكو وجع أو تيجي نعمت جتها هاي الحالة. أعتقد ألم جدا قوي وراء إذنها. اقتلاجات يعني يعني هي صار عندها حالات تشنجات؟ ما كان عندها إلا حالة تشنج، هي أول حالة جت بجاري الطب شكت من إذنها قبل ما تجي النوبة تقريبا الساعة. إذنها كل شرتها ونعمت بتاعت نعمت. ورا ما نعمت تقريبا الساعة جتها أول نوبة لها هي عايزة. طيب. ما عرفنا شو السبب. استاذ المخرج مشكلة انا الصوت عندي مش واضح، فاذا بتوضح لنا بعض المشكلة اللي عندها. نعم. عشان نجاوبها يعني معلش تعيدي لنا اخر. نعم. اخر شيء بس عشان لانه الصوت بصراحة مش كتير واضح. ست ام علي تفضلي. نعم استاذ تفضلي. يعني احكي معنا هيك شوي وعشان نعرف شو المشكلة بالضبط لانه الصوت مش واضح كتير. نعم بصير اختلاج. نعم انا راح اعيد لك بين هي صار عندها ألم يعني خلف إذنها اليمنى. نعم هي ألم بداية كم. ألم خلف الأذن، هل صار في نزول سيلان أو شيء؟ يعني قبل أول نوبة إلها يعني قبلها تقريبا نص ساعة ساعة صار عندها الألم وراء خلف إذنها اليمنى. نعم. ألم جدا قوي. نعم. بعدين يعني ربع ساعة ويعني زيت مش مشكلة. طيب هذا الكلام بدأ منها معها بالشهر الواحد. هذا في الشهر الواحد.
طيب والان الحاله الصحيه تبعتها شو كيف وصلت؟ نعم الان حالتها الصحيه شلون؟ والله يا حالتها الصحيه الان يعني تعبانه جدا من حول سقوط بالشعر يعني الغذاء يعني قطعت الاكل يعني شغل يعني القطع نعم. لكن ما صار يعني ما اعرف اللحوم ليش قطعت اوكي يعني هلا جسمها نحيل وضعيف صار عنده حراره بالجسم؟ والله انا اليوم شوي عاد اتناول ذو حراره يعني اعطيتها جوا يعني لكن هو ما صار في اصابه او رده او سقوط على الراس لا ما عاد هي قبل ما في عندها يعني قلت انا ما في عندها تشنجات نوبه يعني نفسيه نوبه كامله ورا دقيقه اه وما صار عندها تشنجات صار عاصي كيان ماكو تشنجات من يعني شيء بيد من جرعه الدواء يعني كل 2 ساعه صارت يعني لما تاخذ الدواء بتروح التشنجات والله هي تاخذ الدواء وجت التشنجات اثناء العلاج طيب شكرا لاتصالكم علي. احنا موضوعنا اليوم يعني تحديدا عن ردود الراس وعن اصابات اللي على الراس. ام علي احنا يعني تفهمنا المشكله تبعتك وان شاء الله راح يكون في حلقات لنوضح شو هي الاسباب اللي مرت فيها بنتك وشو العلاج ان شاء الله لها. فان شاء الله في حلقات قادمه ان شاء الله راح نحكي عن مشكله بنتك. معنا اتصال اخر. الو نعم الو الله يساعدك. اهلا وسهلا مين معنا؟ وياك مندوب ياسين بغداد. اهلا وسهلا من وين تحكي معنا سيد مندوب؟ من بغداد. حياك اهلا وسهلا. موضوع حلقتنا اليوم عن اصابات الراس والردود. تفضل اي سؤال احنا جاهزين. انا عندي اصابه براسي قبل تقريبا 7 شهور اندعمت السياره. نعم وصاب براسي 13 خياط. الحمد لله على السلامة. يسلمك الله. وحاليا عندي دوران براسي للمنطقة الخلفية. عندك دوران؟ دوران براسي. نعم. وأديني عن حيلة ديالان إلا أخذ الحبوب له. نعم. ورغم ما أخذ الحبوب هم عندي دوران. نعم. سلامتك ان شاء الله. عمل اشعه الله يسلمك. عملت مفراز او اشعه للدماغ؟ اي بالضبط عندي خطر بالجمجمه. كان كسر بالجمجمه. الدماغ نفسه وسائل الدماغ في مشكله؟ الدماغ وسائل الدماغ هل في مشكله؟ لا ما عندي بس عندي وجع بالراس حيل قوي حاليا. نعم. سلامتك ان شاء الله. اوكي خلينا نجاوب على السؤال. بالنسبه للمريض الاخير الرؤيه بيصير في عنا رد على الراس من أسباب اللي ما نحكيها مستقبلا هلا بعد شوي هي انه حدوث صداع دوران او اقياء او شعور بالغثيان. هذا ممكن يستمر ايام ممكن يستمر شهر او شهرين. لكن مع الوقت بيتعالج دوائيا بتعليمات اضافيه للمريض انه وقت بده وضعيه لوضعيه يكون بهدوء ويكثر من السوائل وما يتعرض لهزات نفسية أو جهدية غير طبيعية لفترة شهر أو شهرين. شوي شوي هذه الأعراض العبشكية بتروح هاي. خاصة إذا كان الرنين أو السيتي سكان هاللي عامله أو المفراس اللي عامله طبيعي بعد الحادث. إلا إذا استثنائيا هحكيها بشكل مختصر إلا إذا كان مركز التوازن متأذي بالرنين أو بسبب الرد المباشر صار. فوقتها بجوز ياخذ فترة أطول ويحتاج إلى معالجة طبيعية مع علاج دوائي مكثف بشكل غير مباشر. إذا سيد مندوب يعني الدكتور بيطمننا هي مسألة وقت لكن يجب المحافظة على العلاج والتأكد إنه صور المفراز أو الرنين سليم 100% وجميع مراكز الدماغ سليمة وإن شاء الله نتمنى لك السلامة وإن شاء الله تتشافى وتتعافى. شكرا لاتصالك ومساءك سعيد سيد مندوب. دكتور كنا نحكي عن الأسباب وفي حكينا انه ممكن يكون ضربه على الراس من الامام. تمام فنحن حكينا عن اسباب. بعد اذنك خلي الاستاذ المخرج تعرض لنا الصوره الرابعه ممكن توضح لنا اكثر للمشاهدين. تمام. في اسباب اخرى مثل ما ان هلا هي الرد المباشر. انه بصير الاذيه تحت الرد المباشر فاذا كان الرد على منطقه الجبهه فبتاذى منطقه الفص الجبهي مثلا. اما اذا كان اذيه دماغيه فهون بصير تويست بالدماغ. اذا كان اذيه دماغيه بسبب سياره وقلب او دوران فالدماغ هون بصير عنده تويست فبيأذي دماغ اذيه داخليه لا تظهر بالرنين ولا بالسيتي سكان ولكن بالصوره بتبين طبيعيه والمريض قد ما يكون عنده جروح بسيطه ما بتفسر
انه فقد وعي طويل الامد ما بيتحسن تدريجيا، يعني بجوز ما يتحسن او يتحسن بشكل بسيط او يكون في اعراض عصبيه مستقبلا ما تتراجع. فهذا بسببه. وفي السبب الثاني اذا كان عندك رد بسرعه السياره او بسقوط، انه الدماغ بيتاذى من الامام وبيتاذى من الخلف رده الفعل تبع الدماغ، لانه عم بيصبح بسائل مثل ما حكينا، فبيهجم حسب الرد الاوائل. مثلا اذا واحد ضرب فرام فالدماغ بيهجم للامام بيرتد بالعظم الامامي، وبيرجع للخلف بيرتد كمان بالعظم الخلفي، فبصير اذيه اماميه وخلفيه، فالمريض بصير عنده اعراض اكبر من الرد اللي صار معه، يعني مو بس اذيه بالجبهه واذيه بالمنطقه الخلفيه القفويه يسموها. فهذه من أسباب اللي بتساوي الأذيات. إذا حسب الـ وقت نسأل المريض شو سبب الأذية، فبتفرق كتير الإنذار تبعنا. فوقت منقول مثلا واحد رد مباشر فممكن يكون أذية بسيطة أو أذية موضعة بالسيتي سكان أو بالصورة، بي عندها يا شعر يا كسر. بالأذيات بحوادث السير مثل ما قلت لك ممكن المريض يجي على المستشفى ظاهريا طبيعي بس مو واعي. فبهذه الحالة التشخيص كتير مهم، لذلك التشخيص يعتمد على صور بسيطة أول شيء، وين ما كان متوفرة هي أشعة عادية عشان نشوف الجمجمة فيها قد كسر. الشغلة الثانية هي السيتي سكان، أو غالبا السيتي سكان أسرع شيء يبين معنا إذا في نزوف ضمن الدماغ، في كسر بالجمجمة، في دم. هلا مثلا هي الصورة بتبين لك إنه في نزف مثلا ضمن الدماغ ضاغط على الدماغ بجهه الابيض هذا. ايوه نعم. فهذا مريض مثلا ظاهريا الصوره طبيعيه بس نعم. عنده بجوز يكون خط كسر بسيط او نزف داخل نتيجه الحركه تبع الدماغ اللي جوا فادت الى نزف. هذول المرضى بعمل بحاجه لعمل جراحي. انا بدي اوضح بأمر شغله مهمه، يعني يمكن شيء 60% من ردود الدماغ ما بحاجه لعمل جراحي، كلها علاجة دوائي أو عناية مشددة أو مراقبة. اللي بتحاجة لعمل جراحي هي الكسور اللي بتؤدي إلى غؤور بقلب الدماغ، أو كسور منخفصي في انخساف بسيط. أما إذا خط كسر عادي مثل ما قلنا خط مثل ما فرجينا في الصورة الأولى، هذا الخط الكسر ما بيخوف إلا بحالة واحدة، عند الأطفال أحيانا أو عند الكبار بالعمر بيكون مارر ضمن وعاء أساسي فبيمزقوا لهذا الوعاء بيساوي هيك شريان او وريد، يعني شريان او وريد. نعم. فبيساوي نزف ضمن الدماغ، فهذا يساوي نزف ضمن الدماغ بيساوي فقد وعي. نعم. لذلك هي القصه تبع فقد الوعي لازم ننتبه لها. ممكن نقولها هلا مباشره انه الطفل بيكون جاي او الشاب بيكون جاي ما عنده مشكله غير انه فقد وعي ثواني اثناء الحادث، تعمل له صوره بتلاقي فيه خط كسر، هذا لازم يتراقب. ليش؟ لانه بعد يمكن ساعات النزف هذا يزيد ونحن ما ننتبه له يفقد وعيه ويحتاج لعمل جراحي. يعني بتراقب لمتى؟ اللي بتراقب 24 ساعة ضمن المشفى. وبنعمل له سيتي سكان أو مفراس مرة تانية حتى نشوف إذا كان في مشكلة عم تتطور بالنزف أو لا. فإذا كان خط الكسر في تحته نزف فلازم نراقبه 24 ساعة، وأحيانا ممكن أكثر إذا كان لقينا الوضع حبيسوء. أحيانا فقد الوعي التدريجي، مريض جاي عنده فقد وعي بسيط كان عم بيحكي معنا فجأة بطل يحكي تدريجيا بلش يدهور وعيه، كمان هذا يحتاج الى سيتي سكان، بجوز يكون في أذية دماغية. اللي عم نحكي عنها هاي الأذية عم بحكي عنها انه المريض عنده تكدم بالدماغ، يعني مثل اي شيء مثل هي الصورة سيتي سكان نص يعني يعني فرضا معلش دكتور هاي النقاط البيضاء هاي نقدر نسميها على الشكل الثاني عشان يفهمها المشاهد. وقت واحد بياكل خبطه على ايده او بيتاذى ضرب شو بصير فيه انتفاخ بالايد. نعم. وازرقاء. نفس الشيء بالدماغ، وقت بياكل رد على الدماغ جوا داخل الدماغ بصير هذا النقاط البيضاء هي عباره عن انتفاخ مع نزف داخلي، كدمات يعني كدمات. هذه الكدمات ضمن الدماغ بتؤدي الى فقد وعي شديد وتدهور بالوعي، وبالتالي احيانا حتى التنفس بيكون ضعيف لدرجه انه نحتاج نضع المريض على جهاز تنفس آلي. احيانا هذا التكدم بيترافق مع نزف ضمن الدماغ، مو جانب احنا هنيك نزف من الجانب جانب الدماغ. نعم. احيانا بيكون نزف ضمن الدماغ. نعم. اذا كان نزف ضمن الدماغ هلا النسبه الاكبر من المرضى ما بحاجه نعمل لهم عمل جراحي اذا وضعهم ثبت ما بيتغير. اذا نزف ضمن الدماغ عم بيزيد والوعي عم بيدهور فبندخل عليه، لانه العمل الجراحي تبعه في خطوره عاليه على الحياه حتى لو كان منها. فلذلك ما بنلجأ له الا اذا كان المريض عم يدهور وعيه. نحن هون عم نحكي بالتشخيص والعلاج بنفس الوقت بالحالات. نعم. الجراحيه.
فإذا كان المريض عنده خط كسر لازم يتراقب ونعمل له صور مراقبة متكررة طبقي محوري أو مفراس. إذا كان المريض عنده نزف وشكينا بالنزف لازم دائما نراقبه كل 24 ساعة حتى يصير وعيه أفضل. إذا كان المريض لا متكدم الدماغ أو مزرق الدماغ أو منتفخ الدماغ فوقت بالحالة كمان لازم نراقب الوعي تبعه وممكن نحتاج إنه ياخد أكسجين وأدوية لتحسن. هاي حكي عن تكدم لحاله بس بشكل عام على الجراحة أنا. وإما إذا كان في نزف مستبطن بالدماغ يعني النزف جمن الدماغ فهذا بهالحالة بحاجة إنك تفرغه إذا كان عم بيزيد وضعه سوء أو نزف جانبي مثل ما هاي الصورة. فبهالحالة إذا زاد كتير بلش المريض مثلاً يصير عنده ضعف بإيده أو إجره المقابلة أو فقط شوي وعي أو الحدقة تبعه توسعت فوقتها بنعرف إنه في مشكلة بالدماغ عم تزيد سوء فلازم نعمل عمل جراحي تفريغ السائل. وهي عمليات التفريغ السائل هذه نزف جانب الدماغ أو بين العظم والدماغ هي عمليات بسيطة ما بتخوف إذا كان أجريت بوقت مناسب. نعم. في عمليات بسيطة أيضاً وتحاجة لعمل جراحي للنيروسيرجن أو الجراح العصبية هي الكسور بجمجمة هذه هي منخسفة اللي فرجناها أول شيء بالصور. نعم. إذا كان قسم من العظم غارز داخل ضمن الدماغ أو ضاغط على الدماغ ليش لازم نستأصلها أو نرفعها؟ لأنه هي ممكن تساوي اختلاجات مستقبلاً، ممكن تساوي إذا كان في فوق جرح ممكن تساوي التهاب دماغ أو التهاب سحايا. هلأ في شيء بدي أقوله بشكل مختصر، أحياناً بيصير عندنا شيء اسمه مرمى ناري أو طلق ناري أو شظايع بتجي على الدماغ والجمجمة. هذا سؤال دائم بنسأله، أنا حقيقة ما حطيت صور له بس ممكن جاوب عليه فوراً. أحياناً بيكون في شظايا صغيرة ضمن الدماغ مخترقة لنصف الدماغ وعندك جرح بس بالفروة صغير مكانها والمريض واعي. مريض واعي أرجع أكد على الموضوع، شظايا صغيرة ضمن الدماغ مع جرح بسيط بالفروة يعني بالجلد والمحل الكسر بسيط جداً وضمن الدماغ هي ما بحاجة لعمل جراحي ابدا ما بحاجه لها الشظايا. اي الشظايا لانك اذا بدك تبحث عنها بالدماغ حتاذي اكثر حتاذي اكثر ما بتقدر تبحث عنها. فلذلك دائما بنقول هي الشظايا بنتركها الا اذا كانت هي الشظايا العظميه او الطلق الناري على سطح الدماغ وسهل الاستئصال بدون اذيه للدماغ بنستأصلها. هي واحد. اثنين اذا كان مرمى ناري مخترق الدماغ كله طالع بس مننظف مكان الدخول ومكان الخروج، هي القاعدة تبعنا مشان نكون بالصورة. ما بنقدر نعمل أكثر من هيك. الشغلة الثالثة اللي بدي أقولها عن الأزياد، أحياناً بيكون لا فيها شظايا دماغية عاملة التهاب بعد فترة. اللي نحن تركناها، مو نترك نحن شظايا. فهي بعد فترة بصير فيها التهاب، إذا صار التهاب وصارت شيء ما يدعى خراج ضمن الدماغ، هو لحاله بيلفظ خراج هالشظية لسطح الدماغ. لمكان مدخل الطلق. فوقتها بندخل على الجراحة بننظف الخراج ومنطلع هاي الشظية انه هي لحالها طلعت. هي لحالها طلعت. اما انه نحن نعمل جراحة مشان ايه شظية كتير يوم بيجيني سؤال هذا السؤال. هذا مرفوض لانه بيأذي اكتر. هي يعني نحن هون القاعدة اللي هي نحكي انه leave in peace. خلي المريض بسلام. تمام. لا تلعب اكتر. لا تخرب اكتر. طيب دكتور هلا بالعلاجات يعني لساتنا بالعلاجات بس حفوا احكي لك شغله. الصوره اللي بعد هي بدي احكي عن العلاجات لانه العلاجات بالصوره اللي بعد هي الصوره اللي نعم تمام نعم هلا قلنا قبل شوي انه 40% من الحالات ممكن تكون كلها كسور ونزوف وكذا ممكن نشتغلها جراحيا. نعم. لكن في جزء كبير كتير بيكون الاذيه دماغيه. لاحظ هذا الولد مثلا ظاهريا ما عنده كسور ولا جروح ولا شيء بس هو في عنده أذية تويست من سقوط السيارة فالدماغ التوى فصار في أذية دماغية شديدة فقد وعيه صار عدة ساعات والدرجة انه ما عاد تقدر ما عاد صحي فبالتالي تنفسه ضعيف فلذلك بنحط له جهاز تنفس آلي على طول بنحط له تغذية بنقيس له الضغط داخل الدماغ بجهاز الضغط داخل الدماغ فمشان نعرف الضغط إذا بتغير أو لا مشان نعطيه أدوية تخفض الضغط داخل الدماغ لأنه الضغط إذا ارتفع تعرف إحنا الدماغ مثل ما شرحت أنت أول الحلقة ضمن صندوق هو العظم فإذا الدماغ بياكل رد جوا داخل الدماغ بيتنفخ وقت بيتنفخ بصير الضغط كتير عالي والجمجمة مسكرة مع الوقت بتأذى الدماغ أكثر بيتموت بصير شيء اسمه موت دماغي.
فأنا مشان أشرح هذا الموضوع البسيط لأنه بصير كتير عنا أسئلة على هذا الموضوع. ياريت. كل مريض عنده ارتجاج دماغ درجة ثالثة ورابعة، يعني هل حكيتوا أنه بشوي فقد وعي دقائق ساعات وأيام أحيانا، هدول المرضى غالبا بدهم يعدوا بالعناية مشددة لأنه تنفس بيكون تعبان ما بيتحمل ياخد تنفس لحاله أو تنفسه غير مجدي. فلذلك بنحطه على جهاز تنفس الآلي، فهي بتعطيه الأكسجين المناسب، لأنه العلاج وقتها حتى تكون الناس تعرف هذي العلاج دائما أكسجين، تخفيض حرارة المريض أحيانا، أعطاء أدوية تخفف التورم تبع الدماغ، أحيانا بعد ما يصير فترة أكثر من 3 أيام ممكن نعطي تغذية عن طريق أنبوب المعدة، ممكن نعطي أدوية مغذية أول فترة، نأخذ أدوية التهاب. عم بشرح هدول لسبب بسيط. كثير بيجينا أسئلة أنه هاد ننقله لأوروبا، ننقله لأمريكا. نعم. هاي المواد متوفرة وين ما كان تقريبا بكل العراق وكل الدول العربية، يعني ما لها صعبة لأنه هي كلها موجودة. بس إذا كان المركز ما في جهاز تنفس آلي بيقول لك انقله المركز في جهاز تنفس آلي. فأي أولا شغلة تانية لازم يعرفها أنه المريض بجوز يقعد بالعناية مشددة أول 24 ساعة ويتحسن أو 72 ساعة ليتحسن. بس إذا مضت 72 ساعة ما ظهر تحسن بالوعي، لأنه نحن بعد فترة بنوقف الجهاز شوي من وعي المريض نشوف إذا بيصحى أو لا. إذا ساعته مو واعي بعد 72 ساعة ممكن يستمر أسابيع. فهذه الأسابيع إذا بالمشافي العامة ممكن يتحملها المريض بالوطن العربي، أما برا ممكن تأمين يتحملها بأي مستشفى. بس لذلك لازم نحن نحط ببالنا هذا الموضوع، وأنه أنه هدول المرضى اللي عندهم أذية دماغية شديدة يحتاجوا لعناية مشددة قد تكون طويلة ومكلفة على الأهل، فالأفضل أنك تخليك بمستشفى العام اللي بيخدمك أحسن ما تنقله وتتكلف زيادة أكثر ما بتقدر. فلذلك هدول المرضى يا بيصحوا خلال 24 ساعة يا 72 ساعة. إذا استمر أكثر من هيك فهذا بحاجة لرعاية تمريضية ومعالجة فيزيائية وتغذية متواصلة ومراقبة بالتحاليل اليومية وأحيانا بالأشعة وبالأجهزة المراقبة. نعم. فهذا عنده تكاليف كتير بده يساويها المريض طبعًا. حتى طبعًا. يصير حتى لأنه أكثر المرضى اللي بيتأخروا يعني أسابيع بتوفوا مو من الدماغ اللي تأذى، بس بتوفوا أنه جلد تبعهم بيصير مع الوقت ممكن يفتح ويساوي التهابات بالجلد، يعني مضاعفات الناتج عن التسطيح والارتقاء. نعم. مثلا ممكن يصير عندهم قصور بالكلية، ممكن يصير عندهم مشاكل بالالتهابية بتساوي انتانات وانتان دم، ممكن بالأخير يؤدي إلى أنه يتوفى بأسباب أخرى غير الأذية الأساسية. نعم. طيب دكتور، هون إحنا يعني حتى إن شاء الله أنه ما نوصل لهاي المراحل، يعني إذا شو بننصح المشاهدين أنه يعني كيف يتصرفوا، أو إذا في نصائح عامة حول هذا الموضوع؟ تمام. يعني ما حدا فينا بحب يوصل لهاي المرحلة، وإن شاء الله يا ربي ما حدا يعني يتضرر لهيك درجة. هلا أنا بدي أقول ملاحظات أحيانا بكل شيء ردود تبع الرأس، وخاصة أول شيء حنحكي عن ردودها اللي بتواجهها الأم قدام أولادها. الردود عند الأطفال، في كتير أيام الناس بيعتادوا أنه الطفل الصغير الرضيع أنه يهزوه كتير مشان يخففوا بكاؤه. هذا الهز الطويل ومتكرر اكتشف علميا انه بيساوي يعني ارتجاج دماغ، بيفقد المريض وعيه احيانا بدون ما يحسوا فكرون ايامه هن من كثر ما عم بيردوا عم بيروح الدماغ ويرج كثير، فبيساوي ارتجاج دماغ ممكن يكون درجه ثانيه او درجه اولى، فهذا ممنوع الهز الزائد للطفل. الشغله الثانيه، ايام بيسقط المريض الولد الطفل من مكان ارتفاع متر او مترين هو صغير رضيع، فننتبه. البكاء المباشر على فكرة هي شغلة مهمة كتير، وأنا هذا دائما بسأله. البكاء المباشر للطفل عند السقوط المباشر سواء من المكان عالي أو وقع عليه شيء، هذا شيء جيد، لأنه إذا كان ما فقد وعيه معناها بكاء دائم. أما إذا كان ما فقد وعيه معناها ما في بكاء، استمر دقائق بعدين بكي، فهذا شغلة لازم ننتبه له، معناها في اختلاج وفي في فقد وعي وفي ارتجاج درجة تانية، فهذا بجوز نحتاج نقله على مستشفى. ثلاثة، كل طفل بصير معه حادث ممكن سقوط أو كذا بصير عنده اختلاج، هذا الاختلاج ممكن يصير عنده، إذا صار معه اختلاج فلازم نقله للمستشفى. نعم. لأنه تكرار الاختلاج أكثر من مرتين بعد رض نحتاج لعلاج 6 أشهر لمضاد الاختلاج. أما إذا كان اختلاج بس مرة واحدة ما في داعي. نحن كل ما بكرنا بالعلاج ونروح للمستشفى أحسن، فنأخذه المستشفى عشان نعطيه أكسجين، وضعه منيح راقبه. الشغلة الثالثة، ممكن إن بالرضيع تشوف إنه في انخساف بالجمجمة بعد الرض. هذا أحيانا إذا كان بسيط
بقدره الطبيب الجراح، اذا كان بسيط لحاله بيتراجع مع نمو الدماغ فما في داعي لرفعه او اجراء جراحي. لكن احيانا بيكون في كسر بالجمجمه وبدون جرح بيؤدي الى انه اذيه بالدماغ، لازم هذا يشوف الطبيب ويعمل ذلك. الطفل الرضيع مو راسا دائما نقول له رضعه عاديه، لازم نشوف شو السبب. في اسباب بعد الرضع على او سقوط بسيط ويعتبر الاهل بسيط، هو مثلا طفل رضيع وبيرفض الرضاعه بعد الرض، رفض الرضاعة عند الرضيع بعد رض وإقياءات شديدة ويسموها كتير قوية نفورية يعني، حيث انه يعني طلع للدم يعني يا ما بيرضع بإقياءات شديدة وعبيبكي كتير بعد رض على الرأس او سقوط، هذا شغلة مهمة لازم نراجع الطبيب. في اشياء تانية اذا يعني دكتور كمان اذا هيك بدقيقة بس كمان نحكي عن برضو الوقاية والكذا الوقاية. الوقت بدأ يدهن. طيب حنحكي اول شيء هذول كلهم اطفال، بالنسبه للاطفال بشكل عام حنحكي عن وقايه الاطفال، من احنا ساعتنا عم نحكي عن الاطفال. الوقايه الاطفال انا بنصح انه دائما يكون في حواجز، اذا كان نايم بسرير، اذا كان في شبابيك قريبه يكون لك كل الحواجز ما يطلع الطفل عليها ويسقط. اذا كان عندك مثلا قاعة بيلعب فيها الطفل يفضل انه يكون فيها سجاد او فيها موكيت مشان اذا صار سقوط يمتص الضربه. نحاول نمنع الاطفال يطلعوا يصعدوا الدرج بدون مبرر لحالهم، قد ما يساوي اذيه. اذا كان عم بيلعب ببايسيكل او اي شيء لازم يلبس خوذه، لازم يحط وقايه لانه هذا السقوط بيؤدي الى اذيه شديده. اذا كان معك الطفل بالسياره، انا بشوفهم كثير راكبين بالسياره حامل طفل ماشي ما بصير حامله، لانه اول شيء بيطلع من برده الفعل بالسياره عند الضرفه هو الطفل اللي بيطير او بيأذى، فلذلك لازم يقعد بمقعد. هي الصوره اللي عندنا هلا اخر شيء، الصوره اخر صوره فهي على عجله بس. هي الصور كيف الكرسي الخاص بالاطفال، هدول الموجودين بكل السوبر ماركت بتضعهم، بتخلي الكرسي يقعد ورا ويصير في حزام امان للطفل فبتقيم من اي رض، حتى الرضيع ممكن تحطه بوضعيه يمكن صحيح لها وضعيه خاصه. اما الكبار بالعمر بالضبط بالنسبه للكبار يعني. اما بالكبار بالعمر فاهم شيء مثل ما قلنا حوادث السير هي اكثر شيء بتساوي حوادث الرضيع، فلازم يلبس حزام امان. اذا كان واحد في عنده عمل بشيء شاهق عادي لازم يكون حاطط حزام مربوط مع شيء ثابت عشان اذا ما يسقط ويقع على الارض. اذا كان اذا تعرض المريض لاي رد مباشر ما ياخذ الموضوع ببساطه ويراجع راسا طبيب او مركز جراحه للاعصاب عشان يشوف اذا كان في عنده مشكله او لا. دكتور حيان بصراحه كان الحديث ممتع وكانت معلومات طبيه مفيده جدا لنا، يعني باخر لقائنا معك اسمح لي اني اشكرك على حضورك وعلى انك تحملتنا في هذا اللقاء. اعزائنا المشاهدين انا وياكم سوا بدنا نشكر كان ضيفنا اليوم اللي حدثنا عن اصابات وردود الرأس، هو الدكتور حيان كيال اختصاص في جراحة الأعصاب والدماغ بالتنظير، جراحة العمود الفقري من جامعة بريطانيا، علاج الديسك أو انزلاق الديسك وتشوهات وكسور العمود الفقري، معالج الألم وألام الظهر والأطراف والرأس. للي حاب يتواصل مع الدكتور ما عليه إلا أنه يتصل على رقم العيادة 0751 384 2282، 0751 384 2282. عيادته في أربيل في شارع الأربعين مجمع الطب الأمريكي بالقرب من فلكة حي الشرطة. أعزائي المشاهدين اجينا لختام حلقتنا، ان شاء الله تكون يا رب استمتعتوا معنا، انا شخصيا استمتعت بالحوار مع ضيفنا اليوم. للي ما يحضر حلقتنا اليوم ممكن يتابعها على السوشيال ميديا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك الخاصة بقناة سمراء الفضائية والخاصة ببرنامج اسأل طبيب، لحتى أشوفكم الأسبوع القادم مع ضيف جديد وموضوع جديد من برنامج اسأل طبيب. بتمنى لكم دوام الصحة والعافية، مني أنا الدكتور إسماعيل، تصبحوا على خير وإلى اللقاء.